ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. راح فين ده؟ مش فوتو يعني؟ أنا اللي جاي أسألك، أنت اللي بتسألني؟ ما كان طلع عيناه، راح فيه؟ سريره متساوي وعربيته مش تحت. يا ترى فوتو أنا رحت فين دلوقتي يا سامي؟ هو بيحرجم من امبارح إنه يفوتنا لأجل ما يكسر رقبتنا ونجوزه بالتعمه. من غير ما يكسر رقبتنا ولا نكسر نفسه أنا هتصرف. ما أنت قلت قبل كده هتصرف. الو، صباح الخير. مين معايا؟ شيماء. ايوه انا. مين حضرتك؟ مين طالبنا بدري كده يا شيماء؟ ازيك يا ابي، اهلا وسهلا. ده ابي وجيه يا ماما. صحيين. خير، طالبنا ليه دلوقتي؟ صحيه. حاضر، لحظه واحده. ده وجيه ابن عمك؟ ايوه يا بابا، عاوز يكلم هناء. ايه اللي مخليه يطلبنا في ساعه زي دي؟ هو ابوه ما قالوش؟ قالك ايه؟ حتى لو قاله ما هو مش طالبنا. صباح الخير. صباح الخير يا هناء، تليفون عشانك. ده وجيه اكيد طالبنا عشان يطمن. قولي له اطمن. الو، صباح الخير. قهوه سعاده الباشا. أنا موفر أول مكالمة علشان تبقى ليك الصبح. أيوة، دي أول مكالمة أنا بعملها. وأنا بطلب الرقم بقول يا رب تكون صحيت. لا لا لا، من بدري وهتفطري كمان. طب يا ستي بالهنا والشفا، مع إني كنت عايز أعزمك على الفطار. خلاص بقى، نخليها غدا. إيه؟ بقول لك مسافرين. السعيد. احنا خلاص ما بقلناش الا الصعيد. ايوه لازم النهارده. ماما اتصلت بينا صحتنا من النوم علشان تضمن اننا مسافرين النهارده. هنركب قطر الساعه 12 الظهر. خالي هيوصلنا. ايوه خالي الدكتور. لا لا ملوش داعي. خالي وجيه بيستأذن حضرتك يعني انه ممكن يبعت معانا حد يوصلنا علشان ما يتعبكش. قولي له عمك متنازل عن التوصيله وبيشكرك. عمك بيشكرك. طيب خلاص احنا منتظرين. يلا يا احمد، يلا يا رضا الفطار. طيب عن اذنك بقى. طب ثانيه واحده بس، ثانيه واحده، مالك مستعجله كده ليه؟ الفطار يا ستي، ما قلتلك اعزمك على الفطار. لا انا بس كنت عايز اسالك، يعني العربيه اللي بعتها لك تحبي تبقى ماركتها ايه؟ تاكس. ماشي يا ستي، تاكس تاكس، المهم بس توصلي لي. مع السلامه، باي باي. تقبل الله يا أخي. تقبل الله منا ومنك. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. تفضل يا أخي الإمامة. العفو، اتفضل حضرتك. تفضل يا أخي، واضح أنك أكثرنا علما. لا العفو. تفضل تفضل تفضل. الله أكبر.
صباح الخير يا وجيه بيه. صباح الخير يا رضا. صباح الخير يا وجيه. صباح الخير يا احمد. اهلا اهلا، صباح الخير. صباح الخير. اتفضلي. ايه ده كتير كده علينا قوي، احنا كنا موافقين على تاكسي. لا لا لا، التاكسيات غاليه قوي اليومين دول. ايه يا رضا واقف ليه؟ ما تتفضل. متشكر يا وجيه بيه. يا احمد. ايوه يا استاذ رضا. يا سيدي بدون استاذ، ما تنساش البواب اللي هتاخده هو ومراته عشان يوضبوا الشقه. حاضر يا سيدي. معقول يا رضا لسه هتروحوا توضبوا الشقه علشان تسكنوا فيها؟ ما انا قلت لك قبل كده يا وجيه، بابا الله يرحمه ما ساب لناش غير الشقه دي. يا ستي نشوف لكم شقه تانية. منين؟ ما انت عارف ماما ما حلتهاش. ما بين الخيرين حساب. لا لازم نتحاسب، والا والا ايه بقى؟ والا نبقى بنشحت. معقول يا هناء؟ اما اقول لكم على شقه تسكنوا فيها يبقى اسمها شحاته برضه؟ والله انت لو شايف ان لينا حق وعاوزنا ناخده احنا تحت امرك، بس نبقى عارفين ان ده حقنا. احنا كده اتاخرنا، القطر ممكن يفوتنا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. يا سيد فينك يا رحيم من شاوي؟ انت اللي فين عوقت كده ليه يا سيد؟ استنى، عارف ايه اللي اخرني عليك؟ لقيت حسنات. هانت، فات الكثير ما بقاش الا القليل. سامع الراجل بيقول ايه؟ سامع. احنا لسه في اسيوط، باقي كثير. اللي جاي صعب. هو لسه فيه صعب؟ ده الصعب الحقيقي هي العربيه القشاش اللي احنا كنا راكبينها. القشاش حاجه تانيه، الخلق كانوا حاجه تانيه، كانوا ناس وزحمه ونفس، النفس ونس وعافي كيف ما بيقولوا. كنت زمان بعافيتي لسه شباب بصحتي ساعة ما قابلتك. دلوقت زي ما اكون في تلاجة، حاسس اني قاعد وحدي. قاعد لوحدك وانا معك؟ ولك كنت مت يا حسنة. ما تشر عليك، ده انا هقعد ارغي معك واسالك لحد ما نروح سواك. اللي جاي صعب، الآخر كيف آخر الليل؟ ولو إن الليلة من أولها طويلة، ما فيهاش حاجة تصب الخاطر غيرك. احكي حسنات، بعد ما جيتي لمصر وما لقيتنيش رحتي فين؟ تهت في بلاد الله. أول بلد رحتها كانت المنصورة، مرتحتش هناك. قمت طالعة على بورسعيد عند واحدة صاحبتي بتشتغل في قصر الثقافة. حبة حبة لقيت نفسي لازم أنزل أشتغل. حبة حبة لقيت نفسي لازم ألف في البلاد تاني.
من انا وسيدك عبد الرحيم القناوي، لسيدك ابراهيم الدسوقي في دسوق، لسيدنا الحسين، للست الطاهرة. وفجأة شفته قدامي، شفته انا واصحابي اللي كانوا معايا. انا كنت حاسس انك بتلف وقريب، بس فين ما عرفش، لغاية ما في ليلة جالي سيد الملة. كنت قاعد مستنيه في المطرح بتاعنا. انت مش مصدق ان لقيت حسنات؟ لا مصدق. حسنات لو عايشة يبقى لازم هنلاقيها. امال مستني ايه؟ تعال تعال نقعد. بقى انا اللي جاي ناخدك ونطلع، تجيبني نقعد؟ الله، ده انا قلت هتاخدها لبورسعيد جاري. انا ما عادش فيا حيل اجري يا سعيد، وعايز اجري من هنا لبورسعيد كمان. واحنا هنجري بجد؟ ده مشوار بالعربية. أنا اللي حسوق يا سيدي واعتبرها فسحة. سبحان مغير الأحوال. لا لا لا، دي ما بقتش حسنات بقى. شوف يا سيد، حسنات هنا طول عمرها هنا جواي، وقادرة أتحمل عشان بخاطري. اللي ما قدرش أتحمله اللي مش بخاطري. هو إيه اللي مش بخاطرك يا رحيم منشاوي؟ اللي بيني وبين ولدي ما هواش بخاطري، مزروع جواي، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي زرعه. مش فاهم، فهمني. اللي عاوزك تفهمه يا سيد يا مولي، لو في حيل دلوق أجري، مش هاجري عشان أشوف حسنات، لا، هاجري عشان أشوف ولدي راح فين. ولدك مين؟ سامي. ماله سامي؟ ما هو ده الموضوع اللي أنا جايبك عشانه. حصل له إيه كفل الشر؟ فاتنا، فات البيت وفاتني أنا وأمه وأخواته، ما عارفين ايش راح فيه. بالهداوة يا مرحايم، بالعقل. اجيبه منين العقل ده؟ دي بقى لازم بالعقل. قول لي اعمل ايه بالعقل. قول لي انت الاول، انت ليه مش عايز تجوزه من بنت عمه؟ ما عاوزش اقرب من اعمامه، عاوز ابعد عن اخواتي، بعد السماء عن الارض. انت ما فاكرش اياه؟ ده انت لسه جاي دلوقتي بتقول لي على حسنات لقيتها. طب ما دام كل شيء راح لحاله، ما تتصافى مع اخواتك وصافيه لبن. صافيه لبن حليب يا قشطه. اسمع يا عم رحيم، انا مش هقولك ان اللي بينك وبين اخواتك زاد عن حده ولازم يتصلح، وده رايي، ولا هقولك ان من حق ابنك يتجوز اللي بيحبها، كل ده مش هقوله. ما هتقول ايه عاد؟ هقولك ان انت بعد اخواتك ما وقفوا ضدك وحرموك من حسنات كرهتهم وكرهت الدنيا كلها، وعايش لغايه دلوقتي تقول ظلموك، مش كده؟ ما ترد كده ولا لا؟ خلاص يا سيد، خلاص ماشي. خلاص ايه؟ فهمت قصدي ايه؟ فهمت يا سيد. انا كمان ما عاوزش ولدي يكرهني. اعمل ايه؟ ادخل الموضوع كيف دلوقتي بعد ما طصيت في عمه زين وطصيت في الواد نفسه؟ خلي عمه القريب منه يكلمه. عمه القريب منه يحيى، ده في لندن، هو ومرته بيشتغلوا هناك. عمته والدته، روح له انت بنفسك. عارف بس هو فين الاول؟ هيرجع، صدقني هيرجع، مش هيقدر يستغنى عنك ولا عن بيت ابوه. هي سته يا سيد، امي لو ما كانتش سافرت الصعيد كانت رايحتني العمر كله. اجيبها منين دلوقتي ام الحيم؟ شوفي مين يا فاطمه. حاضر يما. بنتي هنا. وحشتيني قوي يا ماما. وانت كمان يا بنت. ولدي مين يا فاطمه؟ هناء. هناء، الحمد لله على السلامه يا بنتي. الله يسلمك، وحشتيني قوي يا جدتي. عامل ايه يا ولدي؟ الحمد لله يا امي، انت عامله ايه؟ كيفك انت يا ابني؟ طمني عليه. نحمد ربنا الحمد لله. رضا تعال يا ولدي، تعالي تعالي تعالي. الحمد لله على السلامه يا ضناي. كيفك يا ستي وكيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله. من امبارح وانا على نار يا ولدي. اكدهي هناء، ما اشوفكيش كل السنين دي، ما وحشتكيش؟ لا ازاي، وحشتيني طبعا يا ماما، انما بقى اهو اهو. يعني ايه؟ فوزي ما جاش معاك ليه؟ فوزي ما جاش ليه؟ عنده شغل؟ لا يا ماما، تعالوا نقعد ونتكلم. تعال يلا تعال.
انا اللي طلبت منه يطلقني. طلاق؟ كلام ايه اللي بتقوليه دي؟ يا جدتي انا. اسكتي، اقطعي من قلبك واسكتي. ارجعي بعد السنين دي كلها. ما قدرتش اعيش معاه. ليه ما قدرتيش؟ ليه ما الخلق كلها عايشه؟ طولي بالك يا فاطمه. لميته ما الخلق كلها تتحاجه في سيرتي انا وبنتي واقولهم خالها واولاده. يا ماما اللي حصل ده بس اسكتي، مش عايزه اسمع حاجه ولا حد يسمع. ولسانك ما يقولش الكلام ده لحد. ليه يا ماما؟ لما نشوف هنعمل ايه ونكلمه. كيف نكلم؟ مين؟ فوزي. عاوزه تكلمي فوزي عشان يرجعني؟ عين العقل يا هناء. ما ينفعش، ما اقدرش اعيش معاه. ليه؟ لاني مش عايزاه، مش هخلف منه. ارجوك يا ماما انا مش عايزه ارجع له. هترجعي له؟ اتمهلي يا فاطمه، اتمهلي. رجعالي بعارها. لا يا ماما، العار اني كنت افضل عايشه معاه وانا ما بحبوش بعد السنين دي كلها. ملوش عايزه الكلام دلوقتي يا فاطمه. فوتي هترتاح، وانت كمان ارتاحي، وبعدين ربنا يعدلها. روح يا بنتي، روح يا هناء، ارتاح، روح يا بنتي. فاتت جوزها ورجعالي يا اما هيقول رجع للحيم وولده. ده لما صدقت انها اتجوزت وبعدت عن هنا الا ما رضي بيها وهي بنت بنوت، هيرضى بيها وهي متطلقه؟ ايه يا يوسف بيه الكلام ده؟ اسيب له المناقصه علشان لو ما خدهاش هيفلس؟ ما يفلس يا جماعه، ده شغل. سلام عليكم. وعليكم السلام. واجيه بيه وحده يا بنتي؟ اه يا حاجه، اتفضل. طيب طيب، خلينا نتكلم في الموضوع ده بعدين. سلام عليكم. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله. فاضي يا ولدي ولا اخرك على حاجه؟ يا سلام، فاضي تحت امرك طبعا. اتفضل يا حاج، قهوتك ايه؟ لا انا ما عاوزش قهوه يا ولدي. طيب يا حاج، خير فيه؟ عاوزك تساعدني يا وجيه. اساعدك؟ انا تحت امرك طبعا. معلش يا وجيه، انا ما لاقيش غيرك احط قدام المشكله لما تستعصى علي. وانا تحت امر حضرتك يا حاج. انت فاكر الحكايه بتاعت سام اخوك وبنت عمه؟ اه انا اسف يا حاج، معلش انا نسيت اكلمه. احسن، عاوزك تقول له ان انا هجوزها له. بس حضرتك كنت قلت. كنت يا ولدي، ما كنتش عارف انه هيكبرها كده، هيفوت لنا البيت. اسمع يا وجيه. نعم يا حاج. عاوزك تاخد اخوك وتروح لعمك زيان وتقول لابويا هجيلك. حاضر يا حاج. وكلم القسم، شوف البيه اللي جاي ليه اخوه مفيت البيت وهو كمان ياخد ورديه ليه. حاضر. الو، اكلم الملازم بهجة المنشاوي من فضلك. قولوا يكلمنا هنا دلوقتي. طيب مع السلامه. في السكه يا حاج. في السكه فيها؟ مروح البيت. طيب خلي شغلك وحصلنا على البيت. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. خليك يا هادي، خليك شوف شغلك. نورت يا حاج. فينك يا ولدي؟ فينك يا بهجت؟ في الشغل يا ابو وجيه. خير؟ في ايه؟ أخوك سامي الدكتور. ماله؟ حصل له حاجة؟ فات البيت، مشي، هج. بس بس بدك إيه أكتر من كده؟ خلاص يا ماما اطمني. اطمن كيف؟ أبوك جه. أنت فين يا بهجت؟ خلاص يا بابا اطمن. عرفت أخوك فين؟ أكيد هناك وما راحش بعيد. فين يا ولدي؟ في بيت جدي المنشاوي. تفوت ابوك وتمشي. انا اسف يا بابا. اسف؟ سامحني. اتفضل اتفضل يا بابا. عايز ترجعنا هنا من تاني يا ولدي؟ قعدنا فيها سنين يا بابا. ما كانش حيلتنا، كنا على كدنا، بس كنا مرتاحين. ودلوقتي تعبانين. يعني انت يا سامي مرتاح هناك اكتر من الفيلا دي؟ بيجي خرابه يا ولدي، محدش عتبها من سنين. هنا كنا اطفال،
كنا لسه ما نعرفش حاجه. دلوقتي الواحد بيتمنى لو ما كانش كبر. اتفضل يا بابا اتفضل. اقعد، مش معقول هنقف نتكلم كده. انت عارف انا جاي ليه؟ انا مقدر ان حضرتك بتدور عليا وجيت بنفسك. انت ولد يا سامي، حتى مني. انا بحبك، مش انا لوحدي، كلنا بنحبك. انت عندك شك في دي ولا ايه؟ بالعكس يا بابا، انا واثق ان حضرتك بتحبني وبتحبنا كلنا اكتر من اللازم، وهي دي المشكله. المشكله كيف؟ المشكله ان حضرتك على قد ما بتحبنا على قد كراهيه ولاد عمامنا وعمامنا نفسهم لينا. حضرتك فاهمني مش كده؟ لا ما فهمش. حضرتك بتحبنا على قد ما تقدر، وفي نفس الوقت عمامنا وولادهم اكيد بيكرهونا على قد ما يقدروا. بيكرهوكوا ليه يا عاد؟ ما هو حضرتك. حضرتي ايه؟ انت ما فهمش حاجه خالص. تعال يا سيد انا هفهم. تعال جار هنا. تعال يا ولدي. اول حاجه انا ما هنش عليا زعلك ولا احرمك من بنت عمك. انت هتاخد شيماء يا سامي. انا اتفقت مع اخوك خلاص، هيروح يخطبها لك وانا بعد كده هروح لعمك بنفسي. مرضي يا دكتور؟ يا بابا مش هي دي القضيه. واحده واحده يا ولدي، الاول نرضيك وبعد كده نشوف حكايه عمامك وولادهم اللي بيكرهوكم دي. لازم تعرف حاجه يا سامي، ما فيش حد في الدنيا كان بيحب عمامك وولادهم كدي. طب حرمتهم من حقهم ليه يا بابا؟ حرمت مين؟ عمامي وعماتي وولادهم. مين اللي قال لك كده؟ عمك زين ولا عمك المنشاوي؟ راح تتجوز بنته، يقول لك لينا حاجة عند ابوك؟ يا بابا حقهم بالنسبة لنا يبقى حرام. اغلص! اوعى تطلق الكلمة دي. كل شعرة من بدنك من حر مال ابوك وحلاله. كل شعرة من بدن اخواتك من حر مال ابوك وحلاله. لا مش كده بس، كل شعرة من بدن عمامك وولادهم من حر مال ابوك وحلاله. كيف يتهم ابوك وتسكت؟ يا بابا انا قضيتي خوفي على حضرتك. فين خوفك عليا دي؟ لما يقلبوك على ابوك وتسيبني وتهج يبقى خايف علي؟ كيف ما تكون مش ولدي. لا يا بابا انا ابنك وحضرتك صاحب الفضل في وجودي، عشان كده انا مش قادر انسى الحديث الشريف اللي بيقول انت ومالك لابيك. ايوه بس في حديث شريف تاني بيقول كل ما نبت من حرام فالنار اولى بيه. يا ترى بقى انا واخواتي اتربينا من حلال يا ولدي، من حلال. مال ابوك حلال وحرام حرام عليك كده. طب اهدى يا بابا اهدى. ايه دي؟ حضرتك فاكره طبعا. انا بتمنى ان حضرتك تكون صاحب حق. جدي كتب لحضرتك نص الملك. حد من امامك قال لك غيرك دي؟ اقدر اعرف النص التاني ملك مين؟ نص ملك جدك التاني لعمامك وعماتك. خدته لينا ليه يا بابا؟ ليه؟ عشان بتحبنا اكتر من اللازم مش كده؟ عرفت بقى حضرتك ليه بتحبنا وليه هما بيكرهونا؟ لا انا عرفت كيف ضحكوا عليك. لو عاوز تعرف يبقى تعرف صح. هو في حاجة تانية حضرتك أنا معرفهاش؟ ملك جدك اللي ليهم نصه هو البيت دي والوكالة اللي لسه مكفول لحد دلوقتي بس. الملك اللي بيعصوك عليا عشانه ده ملكاني تعبي وشجع عمري. القضية يا بابا أنا حضرتك معوش سنة قواضي ولا قاضي قاعدني قدامه ويقول لي مالك مش حلال. آخرتها بيعملوك عليا قاضي. بربيك عشان تقاضيني يا سامي. يلا يا ولدي يلا لم كتبك ويلا على البيت ولا لسه شايفه حرام. معلش يا بابا يا ريت تسيبني استريح هنا شويه في بيت جدي. الحلال. معلش يا حاج اديني فرصه ارتاح هنا شويه، وكمان انا ورايا الرساله ولازم اكملها، واوعد حضرتك اول ما اخلصها هرجع على طول. براحتك
راحتك يا دكتور. بابا رايح فين؟ خليك يا دكتور. حواصل حضرتك. ليه؟ هتوه انا اياك، انا عارف طريقي زين. اذا كنت انت عشت هنا 16 سنه انا حاجه و30. خليك في حلالك مش جدك. طب اتفضل حضرتك. لا قلت لك عاوز امشي لوحدي، ولا ده حرام كمان؟ خير يا حاج؟ حصل حاجة؟ هو في ايه؟ طب ادخل. طيب ادخل كيف؟ لا هو بيتي ولا بيت اخوي عشان ادخل. ايه الكلام ده يا حاج؟ انا جاي اقول لك كلمة واحدة. ولد الدكتور سامي هناك مستنيك انت وبنتك في الملك الحلال، ملك جده، عشان ملك ابوه حرام. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ اللي انت سمعته. حرمت على ولدي ملك ابوه، خلاص روح عيش معاه انت وبنتك في الملك الحلال. طب يا حاج اتفضل، بس ما ينفعش عليك. خلص الكلام معاك. انا كلامي دلوك مع سعاده المستشار اخوك شريكك اللي فطم ورساه واداله الدليل على ان ابوه حرامي سارق اخواته. انا حرامي وعامل لي دكتور بتعلم الاخلاق والتاني عامل قاضي بيحكم بالحق. انا هعلمه كيف الحق واصحابه مين. هتفضل واقف كده؟ سمعت قال ايه؟ سمعت. مش عايزين نسمع اكتر من كده. الخوف ان نروح للمنشاوي يعمل معاه حاجه. هيعمل زي ما عمل، مفيش اكتر من اللي قاله وعمله. المنشاوي مش هيستحمل. انا هغير هدومي والحقهم. مين؟ افتح يا منشاوي. مين اللي بيخبط؟ حيم، ما عاوزش تفتح ليه؟ ما عاوزش ترقدني ولا ما عاوزنيش احاسبك؟ سنت تمسكها في وشي ليه؟ اوعى. في حاجة يا معلم؟ اللي فيه مالكيش فيها يا مدام. اتفضل يخش مطرحك. أنا مني لأخوه، وأنتوا مش بيتوا عبران المنشاوي. إنما حضرتك يعني جلقت منكم، جاي من غير ميعاد ولا تلفون. معلش. شوف يا مدام، الشقة الفخمة اللي انت عايشة فيها دي انت ورازك انا ليا فيه، ما حدش يدخل منكم بالاذن. ما تقول لها يا منشاوي. الاول اقول لحضرتك اتفضل. اتفضل فين؟ ان ما كانش في بيت اخوك يبقى في بيتك يا حي. من فضلك يا مدام خدي ساره ادخلوا جوه. ليه؟ ما تخليهم واقفين يتفرجوا. لا يا حاج عيب، ما يصحش، انت ما يرضكش. من فضلك يا مدام ادخل جوه. اتفضل يا حاج. انا مفيش بيني وبينك دلوقتي غير سؤال واحد. مين اللي ادى الورقه دي لولدي؟ انت اللي كتبتها وصورتها من زمان. كيف ما تكون مستني اليوم اللي تسمم بدن ولدي فيه وتكرهه فيه؟ انا اللي كتبتها يا حاج، وانا برضو اللي اديتها له. ليه؟ افتح الباب واجاوب. استنى، انا مش هسمح لاي حد يكره ولدي فيه. يا روح ما بعدك روح، واخويا عندي مش اعز من ولدي. تحت امرك يا حاج. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. جاي لشريكك. طول عمركم انتوا شركة ويدي واحده من زمان، من ساعه ما ضيعتوا البت الغلبانه اللي اسمها حسنات، ودلوقتي جايين تكرهوا ولدي فيي. اي حد يحبني يضيعوه يتكرهوا فيي كيف ما بتكرهوني.
احنا طول عمرنا بنحبك يا حاج. واه امال لو بتكرهوني كنت عملتوا ايه عاد؟ كنا دورنا على حقنا. يا ريتكم دورتوا على حاجك وبعيد عن ولدي. ذبحتوني. لا يا حاج، ابنك هو ابننا، ستر وغطى عليك. لما سالنا جاوبناه، احنا ما غلطناش يا حاج. ما غلطتوش، بس كنت لازم تقولوا له ان ابوك هو اللي ربانا وكبرنا. ابوك كان يوفر نايبه لاخواته لاجل يرضي الكل وما يزعلش حد. كنت لازم تقولوا له ان ابوك كل سنه لما ننجح ورا التانيه يقطع من لحمه ويديني لاجل انتوا ما تكبروا وهو يقل. ما قلتوش كده ليه؟ احنا هنقول لك حاجه تانيه خالص يا حاج. لسه عندك اللي تقوله يا سعاده المستشار. ابو وجي، شوف ربتنا بكام واحنا هندفعه لك. الرقم اللي هيطلع من بوقك ايش هنرده لك؟ لو بالحساب يبقى انتم ومالكم وعيالكم لي ملكي. كيف ما قال ولدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال انت ومالك لأبيك. يبقى انتم ومالكم لي ملكي، وانا مستني تحاسبوني. واد يا بهجت، واد يا بهجت، انت واد يا بهجت. ايه يا ماما؟ عايز انام. قوم قوم فز وديني لاخوك. اخويا مين؟ نسيت اخوك وجاي تنام؟ قوم وديني هناك. هو مش بابا راح يا ماما؟ راح وما جاش. قوم قوم اما تشوف حصل ايه. هيحصل ايه يعني؟ انت بتناهد معايا ليه يا ولدي؟ انا مش عارفني حصل ايه. قلبك ما وكلكش على اخوك؟ حاضر يا ست ماما، اديني قلبي وكنه اهو، هقوم معاكي. واخرتها هتلاقي بابا جاي ومعاه سامي ومتعشين بره على كيفه، وانا وانت قلبنا وكنا. بطل الكلام وخلص. جرب يا ولدي. حاضر يا ماما. حاضر ايه وهباب ايه؟ انا ما عارفاش حطت يدك في الميه السجع كده ليه. انا مش عارف انت قلقانه ليه. امال لو ما كانش ابنك ظابط شرطه؟ ماما ظابط بك منك جريت تشوف اخوك ماله. يلا مفاتيح عربيتك معاك. معايا. يلا. يا ريت تطمني بقى وتفرجي عنه. طمنت على سامي؟ سامي فين يا رحيم؟ هناك. وفوت وجيت؟ هو مرتاح هناك. اللي بتقوله ده يا رحيم؟ بقول لك هو مرتاح هناك وفايتنا تعبانين هنا. وديني يا ولدي. يوديك فين؟ يوديني لولدي. روحي نام يا نعام. روحي. هروح انام؟ انت شغلك ايه يا راشد؟ روحي نام يا ولية. اذا كان ولدك ما رضيش يرجع معاي، هرجع معاك انت، ده يبقى عيب. ونفوته هناك وحده؟ لحد ما يحس ان ابوه وان مالي حلال والبيت دي حلال، غير كده ما يلزمنيش واصل. حلال؟ كلام ايه ده يا رحيم؟ اللي سمعتيه. اللي يصدق عمام ويكذب ابوه ما يبقاش ولدي، واللي يسلط ولاده عليا ما يبقوش اخواتي. اعمل ايه انا دلوقتي؟ شوف لي وجيه فين، شوف لي اخوك الكبير فين، خليه يجي. احنا جاهزين يا باشا. تذكرتين فيرست كلاس على طياره بكره. انا اخترت الميعاد يكون بالليل. نفسي اشوف الغروب معاك قوي يا حبيبي من الطياره. طيب خدي تذكرتك وسيبي لي تذكرة. ليه؟ هغير الميعاد ده بعد اذنك طبعا. انت مش عايز تسافر معايا وجيه؟ لا انا مش هقدر اسافر معاك. تفرق كتير. تفرق كتير. بقالك يومين من الليله اللي فاتت. عارف من امتى؟ من ساعه لما قلت لك ان انا عندي اجتماع وما طلعش عندك، ورحت سالتي في الشركه وقالوا لك مفيش. الله 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 الله، ده احنا بنلعب على المكشوف بقى. طب وليه بتسميه لعب؟ هو له اسم تاني؟ كدبت عليا ليه يا وجيه؟ سوسة، أنا عمري ما كدبت عليك. من ساعة لما تعرفنا ببعض ما وعدتكيش لا بجواز ولا بقصة حب تكسر الدنيا زي ما بيقولوا في الأفلام. كنت واضح معاكي من البداية، صح؟ بس أنا حبيتك. وأنا كان ممكن أحبك. وبعدين؟ ما قدرتش. ليه؟ لأني بحب يا سوسة. تحب؟ أنت بتحب يا وجيه؟
كنت بحب، كنت فاكر ان انا نسيت. وبعدين اكتشفت ان انا لسه فاكر. اكتشفت من ليلتين صح؟ بالظبط يا سوسو.